السلام عليكم ورحمة الله. هذه هي التمارين اللي غنخدموها. تمرين واحد، اثنان، ثلاثة، اربعة، دير بوز حتى تنقل التمرين، طلع الكاليتي ديال باش كتشوف التصويرة باش يبان لك التمرين واضح، ونقل التمارين ديالك كاملين وصوبهم. وغنصحو غناخدو ثلاثة ولا جوج ولا اربعة ولا على حساب، ناخذ التمارين المهمة وغنصحوها جماعة إن شاء الله. أنصح عليكم في القناة هنايا إن شاء الله. يلا صوبوا التمارين وبالتوفيق. السلام عليكم.